صح كتشي العشرة ونص على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم، أنتم في الاستماع لبرنامج لمولاتي، برنامج المرأة بامتياز ودائما مع فقرات متنوعة كلها إفادة، وأكيد على أنه كنركزوا دائما على شهوات خاصة بشهر رمضان الكريم باش تكون فرصة في شهر ديال شعبان، على أنه كل المستمعات يحاولوا أنهم يحضروا الاقتراحات الخاصة بشهر رمضان الكريم كنوع من الاستعداد. وكنشكر كل المستمعات على المشاركة ديالهم الفعالة واللي بغاو يشاركوا، ونتمنى ان شاء الله على انه نعطيو فرصه لجميع السيدات انهم يتفاعلوا معنا سواء في الاسبوع المخصص للشيوات ولا في شيوات لاله مولاتي. غادي نمشيو مباشره لشيوات لاله مولاتي عند خديجه ونتعرفوا على اهم الاقتراحات اللي غادي توجد لنا اليوم. الو 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 خديجه من المحمديه، مرحبا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، نتمنى تكون على خير ومرحبا بتواصلك معنا. بارك الله فيك، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وكنشكركم كله. مرحبا. بارك الله فيك. تفضلي خديجه، شنو مجد المستمعات اليوم؟ بمناسبه شهر رمضان كنبغي نوجه كنبغي نتقدم بالتهاني لكاع الامه الاسلاميه، وكنوجه تحيه للعائله كله، وكنوجه تحيه للاخ ديالي في امريكا والزوجه ديالو، وكنوجه تحيه لعائله زوجي مصطفى فهمي. وكنقترح عليكم مجموعه من العصائر بمناسبه رمضان اقبال الكبير عليهم. فعلا السوائل واخا ولا بقى شي وقت ان شاء الله نقدم واحد الحرشه بالجزر والبرتقال. اييه تفضلي. غادي نبدا دابا بالضنه بخاتر. واخا عندنا في المقادير عندنا لتر ديال الحليب دافي، لتر ديال الماء بارد، لتر ديال الماء ساخن ساخن مزيان مغلي تدخل من السبولة، واحد كيس ديال الفانيلا ديال 7.5 غرام، وثلاثة العلب ديال الحليب غبرة، كل كيس فيه 60 غرام، جوج شكاك ديال الرايبي. واخا بلا ما نذكرو يعني المشروب ديال الرايب، واخا 300 غرام ديال السنيده، 100 قريعه ديال البلاستيك. نعاود المقادير الا سمحتي. ان شاء الله تفضلي. قلنا عندنا لتر ديال الحليب دافي مع لتر ديال الماء بارد ولتر ديال الماء ساخن مزيان، واحد كيس ديال الفاني، وثلاثه العلب ديال المسحوق غبره حليب، وجوج علب ديال المشروب. اييه المشروب ديال الرمان. اييه واخا. اييه 300 غرام ديال السنيده، وقايعه ديال البلاستيك كنحتاجوهم. اول حاجه غادي ناخذوا المزجه الكهربائيه، غادي نديروا فيها الحليب غبره، غنديروا فيها الفانيلا والمشروب ديال الرمان والماء البارد، وغادي نخلطوا هذا الشيء مزيان شي جوج دقائق بحال ما هكاك مزيان تينسجموا المكونات كلهم. غادي نخويه في اناء واسع، غادي نزيدو عليه الحليب دافي ونزيدو الماء سخون اللي سبق وذوبنا معاه السكر باش ما يبقاوش ندوك الحبيبات باينين، وغادي نخلطو كل شيء مزيان بالمعلقه صافي. غادي نكبوه في القريعات ديال البلاستيك اللي عندنا، غادي نسدوهم مزيان، وغادي نلويوهم في شي مانطه تكون غليظه، وغادي نخبيوهم في واحد المكان دافي بحال البلاكار ديال الكوزينه مثلا، وغادي نخليوه يبات ليله كامله حتى الغد غادي نلقاوه اختار صافي، وغادي ندخلوه الثلاجه يبرد مزيان قبل التقديم. واخا نعاود الطريقه. اي تبارك الله عليك، الله يعطيك الصريحه، الله يعطيك الصحه. والا سمحتي خديجه بالنسبه للطريقه واضحه، نمشيو لاقتراح اخر. واخا واخا يلا تبارك الله عليك تفضلي. الاقتراح الثاني غادي نقدم لكم ان شاء الله عصير اخر، هو عصير باللوبيا الخضراء. عصير باللوبيا الخضراء. واخا جمع انا كنعرفوا ما كاينش اقبال عليها بزاف. اييه يعني اللي ما دارتش في مرقه ما ياكلوهاش ولا شلاده. وكانها اقتراح بعصير كتجي زوينه، وتوليدات اللي ما عرفوش يقدروا يستهلكوها، هي راه صحيه. واخا اييه عندنا في المكونات عندنا جلافه ديال اللوبيا خضراء مسلوقه مصفيه، نصيطو ديال الحليب، واحد كيس ديال الفلون ديال الفاني، واحد كيس ديال الفانيلا، وواحد دانون نكهه ديال البيستاش. هي غلط.
والسكر حسب الذوق. نعود مكونات. نزلافه ديال اللوبيا خضراء مسلوقه ونص سيطرو ديال الحليب ومسحوق ديال الفلون ديال الفاني، واحد كيس فانيلا، واحد دانون بيستاش، سكر حسب الذوق. صافي كنشدو هاد المكونات كلها، كنطحنوها في المزجه الكهربائيه، صافي كتبرد مزيان وكتقدم. اييه صافي، يعني ولا المذاق ديالها ما كيبقاش يبان ديك اللوبيا. هي اصلا حيت كيبانش اللوبيا مع ديك المكونات اللي كتكون فيها، كتطع على النكهه ديال اللوبيا. واخا نمشيو لعصير اخر. اييه تفضلي. كاين عندي عصير ديال البرتقال الموز، كيخرج كميه لا باس بها، حتى هو كينفع في رمضان. اييه ندوزو المكونات. عندنا كيلو ديال البرتقال مقشر ومقطع ومحيدين ليه العظام وديك القشره البيضاء. اييه اللي كتكون فوق حيت كتكون فيها المروره. عندنا حامضه مقطعه بقشورها، نخليوها بقشورها ونقطعو ونحيدو لها غير العظام. عندنا ثلاثه البنانات. اييه عندنا 450 غرام ديال السنيده. عندنا جوج قريعات ديال المشروب، لا ما نذكر سميتها. اييه مشروب شمن لون؟ الو لا شمن المشروب كتهضري عليه؟ واش اللي بالحليب ولا ب لا بالفواكه؟ بالفواكه كيتباع بحال اللي عطيت في العصير في الاول. اييه واخا. 3 لتر ديال الماء. نعود المقادير. كيلو ديال البرتقال مقشر ومقطع ومحيدين ليه العظام والقشره البيضاء. حامضه نقطعوها بقشورها نحيدوا لها غير العظام. 3 ديال البنانات، 450 غرام ديال السنيده، جوج حقاق ديال المشروب. اييه ديال الفواكه بالحليب. بالحليب وثلاثة لتر ديال الماء. واخا كناخذوا كوكوط كنديروا فيه هذاك البرتقال المقطع والحامضه والبنان حتى هو مقطع والسنيده وإطرو ديال الماء. كناخذوا إطرو من ديك ثلاثه إطرو اللي عندنا. وكنديروا في الكوكوط كيطيب 15 دقيقه. ملي كيطيب كنصفيو الخليط وكنضيفوا ليه جوج لتر ديال الماء اللي عندنا وكنزيدوا داك المشروب وكنطحنوه مزيان هكاك. يعني نصفيو الخليط وغادي نضيفوا جوج لتر ديال الماء وعاد ديك الساعه نضيفوا دوك جوج ديال القراعي ديال داك المشروب ياك بالفواكه بالحليب وعاد ديك الساعه نعاودو نطحنوه. واخ هذا كيجي عقد. كيجي خاطر شويه. واخ ندوزو للمشروب الاخر. اييه تفضلي. المشروب الاخر مشروب اللي اصلا كنشريو حنايا في العلب ديال الليمون كنشريوه من المحلات التجاريين. مصنعو في المنزل خالي من المواد الحافظه. اييه عندنا في المكونات عندنا 4 ديال الليمونات كبار، وعندنا حامضه، 3 الخيزويات كبار، سكر حسب الذوق، وعندنا 4 لتر ديال الماء بارد. الجزر كنعاود المكونات. 4 الليمونات كبار، وحده حامضه، وثلاثه الخيزويات كبار، والسكر حسب الذوق، و4 لتر ديال الماء بارد. كنقشروا الخيزو وكنخليوه بداك اللب الدخلاني ديالو. الليمونات كنقشروا 3 الليمونات، وحده كنخليوها بالقشره ديالها، والحامضه كنقشروها، كنحيدوا القشور البيضين بطبيعه الحال حيت كتكون فيهم المروره، وكنحيدوا الزريعه ديالهم، وكنقطعوا كل شيء مكعبات، كنديروهم في الكوكوط، كنزيدوا عليهم مقدار 300 غرام ديال السنيده، ونص سيطرو ديال الماء. كنسدوا الكوكوط، كنديروا كل شيء طيب تقريبا شي 30 دقيقة على نار هادية، صافي ملي كيطيب داك الشيء كنخليوه يبرد مزيان، عاد كنطحنوه بداك الماء ديالو اللي تسلق فيه، كنصفيوه باش باش كيبقى عندنا داك الشيء. العصير صافي وكنضيفو المكونات الاخرى اللي باقا الماء اللي باقي لينا. اييه صافي وكنديرو في الثلاجه يبرد مزيان، بقى
قد ما برد كيجي مزيان. فعلا كيجي مزيان وفي نفس الوقت يعني كيخرج كميه اللي هي كثيره. كيخرج كميه كبيره كيخرج تقريبا 5 لتر. تقريبا واخا. يمكن تحتفظ به في المجمد. يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، مشكورة اللي عطيتينا هذه الاقتراحات ديال العصائر متنوعة. بارك الله فيك. إلا باقي الوقت نعطي حرشة بجزر وبرتقال. تفضلي. واخا شكرا. عندنا في المكونات جوج ديال البيضات، كاس العنبة ديال الزيت، كاس العنبة ديال سنيدة، كاس العنبة ديال عصير البرتقال، واحد كيس فانيلا، وزلافة ديال خيزو محكوك، محكوك غليط شوية، معلقة صغيرة ديال قشور ليمون محكوكين، جوج ديال الخمارات فئة 7 غرام في كل واحد، 500 غرام ديال السميدة رقيقة. وعندنا للتزيين رقائق اللوز، اللوز إيفيلي. نعود مكونات. عندنا جوج بيضات مع كاس العنبة ديال الزيت مع كاس العنبة ديال سنيدة، كاس العنبة ديال عصير البرتقال، واحد كيس فانيلا، وزلافة ديال الخيزو محكوك غليط شوية، المعلقة ديال شور ليمون محكوكين، جوج خمارات، و 500 غرام ديال السميدة رقيقة، واللوز إيفيلي للتزيين. الطريقة كنشدو كنخلطو البيض مع قشور ديال الليمون مع العصير ديال الليمون مع السكر الزيت والفانيلا، نخلطو هادشي مزيان حتى يذوب السكر، صافي كنضيفو داك الخيزو كنخلطو، أخيرا كنضيفو السميدة وكنضيفو الخميرة وكنخلطو مزيان، كناخدو المقلة الثقيلة كندهنوها بالزيت وكنرشوها بالسميدة، كنكبو فيها داك الخليط، كنرشو الوجه برقائق اللوز، صافي كندخلوها الفران سخون كطيب تقريبا شي 40 دقيقة بحال ما هكاك حتى كيطيب وكيتحمر الوجه ديالك يولي مذهب. إيه يعني الطريقة ديالها سهلة بزاف. سهلة سهلة وسريعة وكتجي زوينة. واخا. كتنفع حتى هي في رمضان. يعطيك الصحة تبارك الله عليك خديجة. بارك الله فيك اختي. شكرا لك بزاف على هذه الاقتراحات وهذه العصائر المتنوعة اللي قدمتي لنا وكذلك هذه الحرشة. بارك الله فيك. عندي بزاف بزاف غير الوقت ما كيسمحش. وأكيد إن شاء الله يخبط لك الخط مرة أخرى ومرحبا بك في أي وقت. شكرا لك بزاف. بارك الله فيك شكرا. تحياتنا لك خديجه من المحمديه، مشكور على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا، نتمنى انكم تكونوا سجلتوا معنا هذه العصائر وكذلك هذه الحرشه اللي قدمت لنا وتوجدوهم ان شاء الله بالصحه والراحه. لحظه مستمعينا فاصل.